السلام عليكم متابعي قناة الزيرتك. في الأيام السابقة انتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي والتي أحدثت ضجة كبيرة جدا وكسبت جميع التفات الناس واختلاف الآراء حولها. هذه الصورة تشبه حديثة الفستان المختلف الألوان، لكن هذه المرة كانت بشيء آخر وبنفس القصة انتشرت بين الجميع. تعرف على السر وراء هذه الصورة من خلال هذا الفيديو. رمادي وأزرق أم وردي وأبيض؟ هكذا انقسم الآلاف من المدونين حول اللونين الحقيقيين لهذا الحذاء. فقبل أن تكمل الفيديو أوقفه في هذه اللحظة واكتب في التعليقات ما هو اللون الذي تراه في هذه الصورة وما هو القسم الذي تنتمي له، الأول أم الثاني، كي نرى من هي الأغلبية. هذه الصورة حققت ضجة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هي لشخص ما أرسلها لصديقه وبدأوا يتحاورون حول الألوان الخاصة به، حيث الأول يقول لون الحذاء هو رمادي وأزرق بينما الثاني يقول وردي وأبيض. واتفق الصديقان فيما بينهما على نشر صورة بين مجموعة أصدقائهم لكي يقومون بمشاهدة الصورة هم أيضا، واختلفت الآراء بينهم وكل شخص كيف يقول. ومن ذلك الحين بدأت الصورة بالانتشار أكثر وأكثر إلى أن وصلت إلى الصفحات الكبرى وغيرها. وعن تحليل اختلاف رؤية العين البشرية للألوان، أشار تقرير تكنولوجي أن لغز الألوان يكمن في الطريقة التي اعتاد عليها عقل وأعين البشر في رؤية الألوان في ضوء الشمس. العقل البشري مبرمج تلقائيا على أن يرى الأشياء بضوء النهار، فيحاول دائما تغيير اللون الحقيقي للأشياء لما هو أقرب إلى اللون الأزرق الممزوج بالأبيض في وسط النهار، ثم تتحول مرة أخرى إلى اللون الأحمر القاتم عند الغروب. هذا كان التحليل الأولي لهذه الصورة، فربما سنرى تحاليل أخرى عليها في الأيام القادمة إن شاء الله. فماذا عنك أنت صديقي؟ كيف ترى هذا الحذاء؟ شاركنا رأيك أسفل التعليقات وسأعمل على قراءة تعليقك إن شاء الله. إلى ذلك الحين ألقاكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. كان معكم إيهاب من قناة زيرتك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.